أرحب فيكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديمية. عندما نتحدث عن هذا البرنامج وأهم القضايا اللي سلط الضوء عليها، نحاول أن نسلط الضوء على القضايا الطلابية وعلى القضايا اللي تهم عضو هيئة التدريس، وكذلك مخرجات التعليم، سوق العمل كيف يتناسب مع مخرجات التعليم والمشاكل التعليمية الأكاديمية بشكل عام. عندما نتحدث عن وزارة التربية أبرز إنجازاتها، القضايا الطلابية اللي تبنتها حسب ما يطرح في الإعلام وحسب ما يتمنى الطالب أن يحقق وحسب ما يسبو إليه عضو هيئة التدريس. عندما نتحدث عن مشاكل التطبيقي نحن نتحدث بلسان الطالب. عندما نتحدث عن إنجازات جامعة الكويت نحن نتحدث أيضا بلسان الطالب وعضو هيئة التدريس والمسؤول عن الإنجاز وتحديدا مدير الجامعة. عندما نتحدث عن التعليم بالكويت وتردي التعليم أو تقدم التعليم نتحدث عن وزارة التربية ودورها الأساسي بتطوير هذا التعليم سواء إلى الأمام خطوة أو حتى منافسة الجامعات العالمية. عندما نتحدث عن العمل النقابي، العمل النقابي ريادي بدولة الكويت خصوصا الطلاب سواء بالاتحادات أو الروابط أو حتى الجمعيات اللي من شأنها أن تعزز ثقافة الطالب. نأتي اليوم إلى دور الجمعيات بجامعة الكويت أو حتى بالجامعات الخاصة وبالتطبيق المعاهد والكليات. شنو دورها؟ شنو المطلوب من عندها؟ شو تسوي؟ شنو تقدم؟ والدور المناط بها هو مسؤولية كبيرة جدا. عندها أنشطة، فعاليات، ثقافة عامة، مشاركة أكاديمية، مشاركة أحيانا خارج أسوار الجامعة فقط لتثقف الطالب، وأحيانا دورها أهم من ذلك أن تخرج الطالب من صلب الحرم الجامعي والدراسة والروتين الممل إلى حياة ثقافية أخرى يحتاجها الطالب. لكن السؤال الأهم بعد هذه المقدمة الطويلة، هل هذا كلنا قاعد نشوفه بالمجتمع الكويتي؟ هل هذا كله قاعد يصير ولا هو مجرد ضرب من الكلام والأقاويل والطموح والأحلام الوردية اللي احنا نبي نوصل لها؟ هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. وعندنا اليوم أيضا حلقة خاصة عن جمعية المكتبات المعلومات الكويتية، وسنتحدث عن أبرز إنجازاتها والمعوقات التي تحول بينكم وبين هذه الإنجازات والنجاح اللي تطمحون له. أرحب بضيفنا العزيز اللي حرص اليوم على التواصل والتواجد معنا، الأستاذ فهد الحسيني، نائب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. حياك الله معي. الله يحييك أخي أحمد، ومشكورين على الاستضافة، وأنا أتشرف أني أكون ضيف إن شاء الله مميز عندكم بإذن الله. شرفتنا، وهذا المكان مكانك وبرنامجك، وعندنا يعني العديد من الأسئلة والمحاور، وإن شاء الله تتقبل كل الأسئلة. وأعتقد بأن جمعية المكتبات المعلومات الكويتية فيها العديد من الأمور اللي ممكن نسولف عنها إن شاء الله، وما عندك أي مانع على أي سؤال بنسأله؟ لا خذ راحتك. طيب، عندي في البداية دائما يكون سؤال حلقة، خلينا نشوف مع بعض سؤال حلقة حتى إذا جاءنا اتصال أو تعليق نقرأ التعليق أو السؤال على الهواء مباشرة. مخرجنا الفاضل بعد إذنك، خلينا نشوف سؤال الحلقة ونرجع نتواصل معكم. إذن مرة أخرى سؤال حلقة اليوم، رأيك بجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية؟ أسئلتكم، استفساراتكم، تعليقاتكم على السوشيال ميديا، على الواتساب مع فريق الإعداد الزميل محمد البرغش، اللي حاب يتواصل معنا كل الطرق متاحة. مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله مستعد، والصدر وسيع إن شاء الله لكل الأسئلة والاستفسارات إن شاء الله، وحتى أسئلة الجمهور بإذن الله تتقبلها. مستعدين. طيب، أنا عندي تقرير صغير في البداية يتحدث عن جمعية المكتبات المعلومات الكويتية، بشوفها وبرجع أبدأ معاك المحاور لأن عندي مجموعة من الأسئلة والمحاور الثقيلة. فخلنا نشوف هذا التقرير، نعرف السادة المشاهدين بطبيعة حلقة اليوم، ومن ثم نعود لنتواصل وإياكم مرة أخرى ومع ضيفنا العزيز الأستاذ فهد الحسيني. أشهرت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية بشكل رسمي كجمعية للنفع العام بناء على القرار رقم 126 لسنة 2005 الذي اعتمده سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد فيصل محمد الحجي في شهر أغسطس 2005. وقد أقيم حفل استقبال بتلك المناسبة في قاعة الهاشمي بفندق ساس برعاية سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وحضره الأعضاء المؤسسون للجمعية والمهنيون في مجال المكتبات والمعلومات والنشر من مختلف قطاعات المكتبات والمعلومات المختلفة بالكويت، ونخبة من المسؤولين والأكاديميين والشركات والمؤسسات الفاعلة في المجال. وترحب جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية في عضويتها بجميع المتخصصين والعاملين والطلاب في مجالات المكتبات والمعلومات. والجدير بالذكر أن مجال المكتبات والمعلومات هو من المجالات العريقة بالكويت، فقد كانت الكويت رائدة على المستوى الخليجي
عندما بدأت الدراسة التخصصية في هذا المجال بكلية التربية الأساسية منذ عام 1977. ومن أهداف الجمعية رعاية مصالح العاملين في مجال المكتبات والمعلومات، الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال، تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في المجال، عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات المهنية للنقاش وطرح المشكلات والتطوير، تطوير خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبات ومراكز المعلومات، الإسهام في وضع وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية للمكتبات والمعلومات. إذن مرة أخرى سادة المشاهدين، من بعد هذا التقرير أرجع لأتحدث عن أهمية مادة المكتبات بالمرحلة الثانوية. السؤال مهم يطرح من قبل أولياء الأمور، من قبل الطلبة، طالب ممكن يتذمر وللأمر ممكن يستفسر، المجتمع كله يتساءل ما هي أهمية مادة المكتبات بالمرحلة الثانوية وشنو اللي تعطيه حق الطالب؟ أولا أخ أحمد، في البداية أحب أصحح مسمى المادة. نعم. مسمى المادة العلمي في النظام الموحد الجديد هي مادة إعداد وتقارير البحوث العلمية. تمام. ومقرر اختياري في مرحلتين، الحادي عشر والثاني عشر. مرة ثانية اسمه إعداد التقارير والبحوث. إعداد التقارير والبحوث العلمية. تمام. هذا المسمى العلمي المعتمد في المنهج. للثانوية. للثانوية في مرحلتين، هو اختياري في المرحلة الحادي عشر والثاني عشر. تمام. هذه في البداية. نعم. أخوي أحمد، في البداية ما يخفي عليك إن البحث العلمي هو عنصر أساسي في عملية التعليمية. تمام. وخصوصا في المنهج، فالبحث العلمي لما يكون مفعل داخل المنهج بالتأكيد راح تكون حصيلة الطالب القوية والمعرفية عالية، يعكس ذلك على إنتاجه داخل الصف. طبعا طبعا. فالعالم أخوي أحمد قاعد يتجه إلى التعليم النشط. نعم. أو بمعنى بين قوسين التعليم الذاتي. نعم. إن الطالب يعلم نفسه بنفسه، يبحث عن المعلومة بنفسه. نفسه. تمام. هذا اللي حاصل في أغلب المناهج العالمية. نعم. مادة المكتبات مادة تربط الكتاب اللي هو المنهج في المكتبة، فهي مادة تحث الطالب على البحث والتحري. نعم. من خلال استصقال المعلومة والتأكد من المعلومة، هل هي صحيحة، هل المصدر صحيح، هل المصدر مش صحيح. كذلك تشجع الطالب على القراءة ومعرفة ميوله يعني الجانبية بعيدا عن الدراسة، يعني بعيدا عن المنهج. كذلك تكسب الطالب مهارة البحث وإعداد البحث بشكل يعني البحث العلمي أقصد. أنا فأخوي أحمد، أنا حاليا أعمل في جامعة الكويت. تمام. في طلبة خريجة من الثانوية يلتحقون في جامعة الكويت. أنا يعني تقريبا أنا من خلال احتكاكي مع الطلبة والطالبات أغلبهم عنده مهارة البحث جدا ضعيفة، تعود على الجانب التقليدي. تقليدي اللي هو يروح المكتبة، مكتبة مركز خدمة الطالب، وهي هذه بصراحة أنا أسميها جريمة تربوية. نعم. اللي هي الاعتماد على البحوث الجاهزة. من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها طبعا وزارة التربية. نعم. طبعا وزارة التربية بشكل مباشر. نعم. البحوث أخوي أحمد بحوث غير علمية، بحوث تعتمد على القص واللزق، بحوث. ليش ما ألقيت اللوم على الطالب؟ ما خالف شيخ، نطلع على الطالب بالنهاية. أستاذ أحمد، بالنهاية الطالب يبي الدرجة. صحيح. فلا تلومه. صحيح. أنا ما ألوم الطالب، ألوم بشكل مباشر الوزارة. صحيح. والوزارة وبالتحديد القيادة تحت المعلم نفسه. تمام. المعلم اللي هو تلقى البحث هذا، لذلك أسميتها بالجريمة التربوي. نعم. كذلك أخوي أحمد، البحوث هذه تكلف جيب الرب الأسرة. نعم. يعني تقريبا أقل بحث تتكلم عن 20 دينار 18 دينار. هذا طبعا بالنازل على حسب المادة، بعد المادة علمية رياضيات. كذلك استاذ احمد، البحوث قلت لك مو علمية، تعتمد على قص ولزق داخل جوجل وانترنت وقص ولزق، يعني كم معلومة ما تعرف تقصها. من المسؤول عن مراقبتها بشكل مباشر؟ معلم. بشكل مباشر يعني دوره بالمراقبة. اي نعم. ان يتحرى دقة هذه المعلومات. نعم. ان كانت اكاديمية. نعم. من مواقع معترفة، من جامعات. نعم. عالمية ولا. نعم. هي حتى يعني يسأل الطالب، يعني انا ما ادري، بس في اكثر من آلية يتأكد ان الطالب يقدر يسأل الطالب. اي نعم. هل هو عامل البحث او انه مقتبس؟ تمام.
أخوي أحمد، في تجارب عالمية وخليجية في هذا الخصوص، في هي إدخال مادة المكتبات داخل منهج الدراسة. نعم. عندي التجربة الكندية. نعم. التجربة الكندية، الحكومة الكندية في آخر التسعينات أو بداية 2000 اعتمدت في المنهج إدخال مادة المعلوماتية في المراحل من ابتدائي، احنا نسميها المراحل الثلاثية اللي هي ابتدائي متوسط ثانوي. نعم. فدخلوا المادة من الابتدائي إلى الثانوي مرورا بالمتوسط، جرعات مخففة متصاعدة إلى أن يصل الطالب إلى تشكيل ما يسمى بوعي معلوماتي. تمام. وعي المعلوماتي أستاذ أحمد يعكس، إذا خرج الطالب من الثانوية معاه وعي معلوماتي كبير، يعكس ذلك على احتكاك المجتمع، أداء التعليمي، أداء حتى محافظة على البيئة، حتى على الروابط الأسرية، يعني كل المكملات تشكل وعي بالمجتمع. نعم. فإحنا نبحث عن وعي معلوماتي. نعم. يعني وزارة التربية أتمنى تركز على نقطة أن المادة مش مادة تدريس وبس. نعم. مادة تثقف مادة الطالب. حياتية، مادة اجتماعية مهمة. الطالب تنشر الوعي المعلوماتي في المجتمع. أنت تطالب أن تكون اليوم من ضمن المناهج الأساسية ولا تكون اختيارية؟ أنا أطالب صار لي أكثر من 6 سنين. الله أكبر. إي والله. ولا أحد يسمع. ولا حياة المنتنادي. ليش؟ ليش تعتقد أن لا أحد يقبل بأن تكون هذه المادة أساسية؟ في أسباب إحنا ما بيحرق عليك فراغ، بصدد أن نتحدث عنها إن شاء الله. نعم. طيب، مرة أخرى يعني برجع إلى التجارب اللي تكلمت عنها، قلت لي في تجربة كندية. في تجربة طال عمرك في قطر. نعم. في السعودية. نعم. المادة موجودة وتدرس، مادة علمية تدرس. نعم. داخل المنهج في مرحلة ثانوية. نعم. كذلك أخوي أحمد، قبل أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع، بصراحة دبي وأقصد حكومة الإمارات دائما تبهرنا في إنجازات العظيمة اللي قاعد تقدمها لنا، وهي بالنسبة لنا إحنا كخليجيين نفتخر فيها. نعم. قانون الوطني للقراءة. نعم. اسمه الشيخ محمد بن راشد. نعم. رئيس الحكومة في الإمارات قدم المشروع هذا، وهو مشروع نادر في المنطقة. اللي هو قانون الوطني للقراءة. القانون الوطني للقراءة قانون بشكل عام سيد أحمد يثقف المجتمع ويعطي أهمية كبيرة للقراءة. يعني على سبيل المثال، يعني في المادة، في إحدى مواده إدخال مهارات القراءة لدى الطلبة، يعني أقصد أنها تكون كمادة. كذلك أخ أحمد، من ضمن الأهداف هذا القانون إعطاء الموظف في الدولة وقت أثناء الدوام للقراءة. الله أكبر. يعني أنت في دوامك تقدر تأخذ ساعة، مو استئذان، لا، ساعة حق القراءة. معقول. هذا قانون موجود. تمام. كذلك سيد أحمد، في إنشاء مقاهي للقراءة. تمام. كذلك إنشاء حقيبة ثقافية. أنت تطالب هالأمور عندنا؟ هذا قانون موجود، ليش ما تكون هذه تجربة؟ إحنا قانون يعني يعتبر. شنو نجاح التجربة؟ يعني التجربة. أنا ما أقدر أقيس النجاح لأنه حديث، لكن أتوقع القانون هذا ما يعني أنا كحكومة دبي أعتقد دائما المشاريع اللي تختارها سباقة ومتميزة. سباقة ومتميز. نعم. وهذا شيء شهد له. نعم. كذلك أستاذ أحمد، الطالب أو الطفل تكون له حقيبة. الطفل تكون له حقيبة، إحنا نسميها قصص، إلى أن يصل مرحلة اللي إحنا نسميها رياض الأطفال. نعم. أنا أكلمك، ركز معي، قبل رياض الأطفال بكر وايد حيل. هذه المادة، هذا القانون له رؤية بعيدة المدى، وأنا أتوقع الهدف من القانون خلق نفس ما قلت لك جيل واعي سيجني ثماره اعتقد على شكل كبير. نعم. جدا. نعم. وتطالب بان يكون عندنا على الاقل مثلها بالكويت. عمليا شنو يمنع؟ ايه. عمليا في شيء عمليا ما في شيء ابدا، ماكو شيء يمنع، حتى ثقافيا ماكو شيء يمنع. نعم. اجتماعيا ماكو شيء. نعم. حتى قدره الطلبه عندنا بالكويت على مستوى عالي من الثقافه. نعم. فقط ضع الخطه والمنهج انا ارجع اقول لك، انا ما بعطيك نظره سوداويه عن الوضع الثقافي او الوضع المعلومات بالكويت، لا بالعكس، في احنا نعترف ان في جانب مشرق من القراءه والثقافه في الكويت، لكن انا اتكلم عن من ناحيه تربويه. نعم. عندكم اعتقد كان قبل اسبوعين وقفه احتجاجيه امام وزاره التربيه، في مشكله معاكم؟ موقفه قبل سنه، قبل اعتقد سنه تقريبا. نعم. نعم. الوقفه احتجاجيه طال عمرك كانت بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التعليم، مع الأخ عبد الله هطلاني تعاوننا،
لتشكيل وقفة احتجاجية. للأمانة وزارة التربية ما كانت متعاونة معنا حيل. نعم. أحسسنا بالظلم والتهميش والتطفيش. مرة ثانية. أحسسنا بالظلم والتهميش والتطفيش. نعم. شنو يعني قصدك؟ من أي ناحية؟ من أقصد كعامل. أول شيء أنت ومنو قاعد تتكلم؟ إحنا قاعد أتكلم عن جمعية عن عاملين في قطاع المكتبات في وزارة التربية. نعم. اللي هم مناع المكتبات بشكل تحديد. نعم. عندكم تحسون أن في تهميش وغياب يعني نظرة لكم وتطفيش كما سميت. نعم. نعم. بعدين ما يخفيك يا أخ أحمد أن خريجين القسم العلمي في التربية الأساسية خريجين المكتبات هم كفاءة وطنية تستحق وتطمح أنها تدرس مادة المكتبات. فهذه هذول الخريجين هم في خلال مراحلهم الدراسية اللي هي 4 سنوات داخل الكلية من ضمن المجر شيت هي 6 مواد IT، كذلك مادة طرق التدريس. نعم. مادة المكتبات. وهذه المادة أنا تخرج لي معلم مع وقف التنفيذ. شلون؟ هذه المادة هي تعطيك أسستك أو تعطيك تشكيل المنهج وإعداد المنهج، وهذه المادة ما يأخذها إلا المعلم. لذلك إحنا معلمين مع وقف التنفيذ. نعم. كذلك يا أخ أحمد إحنا مشينا في التراتبية أو المسؤولية التراتبية، صعدنا الوكيل المساعد، صعدنا الوكيل العام للوزارة، صعدنا الوزير، قابلنا وزير الله يذكره بالخير عبد المحسن المدعج. نعم. والدكتور بدر العيسى. الدكتور بدر عبد المحسن. تكلمتوا عن مشكلتكم. اي نعم، عن التدريس. نعم. عن التدريس. احنا نطالب بشكل مباشر. انتوا تطالبون ان احنا اساس بشكل مباشر اعطيك اياها، احنا طال عمرك الماده هذه ماده موجوده حاليا. نعم. لكن باب التعيين مغلق فيها. نعم. مكتفين لانها اختياري. مكتفين ب 57 معلم وافد على مستوى دولة الكويت. على مستوى الكويت. نعم. 13 معلم كويتي. والباقي مغلقة بس خلاص. المهم شيل جمع 57 مع 13 ما يوصل تقريبا 60. نعم. 70. تخيل 70 معلم على جميع مدارس وزارة التربية. نعم. فكان لكم وقفة احتجاجية ولقاء مع وزير الحديث عن هذه المشكلة. قابلنا عبد المحسن المدعج بتاريخ 4/9/2014. تمام. خلني أتكلم عن مقابلاتكم مع الوزراء وكيف تلقاكم الوزراء الأفاضل لحل هذه المشكلة وشون تعاملوا مع هذه المشكلة وكيف تعاطى الإعلام معها. بدخل بتفاصيل المشكلة، لكن شو رأيك نروح فاصل؟ تفضل. نروح فاصل وبعدها نرجع نتواصل معكم مرة ثانية. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم ضيفي العزيز الأستاذ فهد الحسيني نائب رئيس جمعية المكتبات المعلومات الكويتية. حياك الله معي مرة ثانية. أرحب فيك من جديد بكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا من بعد الفاصل لمتابعة ما تبقى من الحلقة واللي طافت الحلقة. كنا قاعد نتكلم عن جمعية المكتبات المعلومات الكويتية والإنجازات اللي قدمتها، وأنتوا اليوم كمدرسين لمادة المكتبات كمادة اختيارية بوزارة التربية لمرحلة الثانوية وتحديدا الصف 11 والثاني عشر. إن أخطأت وقفني عشان لا أنقل معلومة خطأ للمشاهد. وعندكم رغبة بالتدريس، ولكن اللي حاصل أن هناك توظيف ل 57 جنسية عربية و 13 كويتي في جميع المراحل الدراسية للصف 11 والثاني عشر بكل مدارس الحكومة بدولة الكويت. فهناك مجموعة كبيرة من المدرسين لهذه المادة مع وقف التنفيذ. هذه أساس المشكلة. بعدها انطلقتوا لمقابلة وزير التربية. نعم. اللي هو عبد المحسن مدعج. إيش صار؟ دخلنا على الوزير الدكتور عبد المحسن مدعج، وبالأساس أنا ما أظلم الوزير، هو كان ماسك الوزارة بالوكالة. نعم. فدائما العرف اللي بالوكالة ما تكون عنده قرارات حاسمة وشديدة. نعم. وجامدة. يحاول أن فأخذنا كالمعتاد، يا هلا يا مرحبا، شنو مشاكلكم؟ تلقاكم. نعم. جلسنا معاه بحضور النائب حمود الحمدان. نعم. عضو اللجنة التعليمية. نعم. يعني توصلتوا إلى لجنة التعليمية مجلس الأمة. نعم. توصلنا مع الأستاذ حمود الحمدان. نعم. ورتب معنا اللقاء مع الوزير. نعم. وجلسنا مع الوزير وشرحنا له وجهات نظرنا والمشكلة. والمشكلة. تمام. عقب هاي
بحكم أنه ليس الوزير المعين بوكالة. نعم. فما تأمننا يعني كثير أو ما تفاءلنا كثير، فصار تشكيل حكومي ومشى الوزير. وكنتوا يعني متوقعين هالشيء مثل ما توقعته صار. نعم. بعدها طال عمرك دخلنا هذا طبعا اللي انت مورينيا انتشر بالجريدة الرسمية. نعم. ايه مو مشكلة اذا موجود بس الوطن انتشر بالجريدة الرسمية لقائكم مع المدعج بحكم حل المشكلة. اول لقاء كم عظام مجلس إدارة بحضور النائب حمود الحمدان، هذه شهر 9 2014. اي نعم. تمام. عقبها ايش صار؟ دخلنا على الوزير بدر العيسى، دكتور بدر العيسى في تاريخ 25/12/2014. عقبها 3 أشهر تقريبا. نعم. ما طولت وايد يعني. لا. معكم أحد أعضاء لجنة التعليمية؟ كذلك الدكتور أستاذ حمود الحمدان. نعم. فلما دخلنا على الوزير شرحنا وجهة نظرنا، والأمانة الوزير كان متفهم ووعدنا بشكل يعني بصريح العبارة، قال راح أكوت مادة المكتبة. نعم. أنا أقصد أكوت يعني إن تكون يحل محلها. كم مدرس في لهذه المادة؟ المادة تقريبا قلت لك 70. لا، كم مدرس موجود؟ مخرجات يعني وزارة التربية جامعة الكويت، كم مدرس موجود؟ هي القسم في هيئة عامة في للتعليم والتدريب والتطبيق. نعم. هو القسم موجود في التربية الأساسية، يخرج تقريبا كل سنة ما يقارب 100-120. يعني لو بحصي بسوي عدد الخريجين اللي قادرين على تدريس هذه المادة، كم عددهم يفوق 200-300؟ أنا في كتب حاجة جايك في الكلام في التوجيه ومشكلة الكتب حاجة. فدخلنا على الوزير بدر العيسى، الدكتور بدر العيسى، وبصراحة عطانا الشمس بيد والقمر بيد ووعدنا كل خير. وأول نقطة وعدكم فيها هو التكويت. وبصراحة استأنسنا حيل يعني من كلام الوزير وتفائلنا حيل. نعم. والوزير أمانة بدايته كان على هرم بوزارة التربية. خلاص أنت الحين أخذت الكلمة من الوزير. فما راح ترجع الوكيل أو وكيل مساعد. أنت أخذتها عقوته من رأس العود. فاللي حصل طال عمرك بعد مقابلة الوزير صارت مماطلة. صار لكم سنتين طبعا مقابلة الوزير. إيه صارت مماطلة يعني بشكل ما تتصور. من منو؟ من الوزير نفسه. نعم. نجي للوزير صار على الموضوع. مكتب الوزير يقول عنده مستشار قيد الدراسة في لجنة في مركز لتطوير المناهج. المهم اللي حصل هذا كله ما طلعنا بشيء. لجأنا بالنهاية إلى وقفة احتجاجية، وإحنا أخوي أحمد أعتقد الوقفات الاحتجاجية أو بمعنى أصح الاعتصام هذا حق مكفول بالدستور الكويتي، وهي وسيلة للتعبير عن السخط والظلم الواقع على أمناء المكتبات والعاملين في قطاع المكتبة في وزارة التربية. عملنا الوقفة احتجاجية بالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التعليم، وتقريبا الحضور الوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية تجاوز 150 شخص تقريبا. بعد ما جت الصحف وبعد ما قطوا الحدث تفاوض معنا الوزير وطلب منا ان نجلس معه مره ثانيه هذا العام. اي نعم. بعدين جلسنا معه وكانت الصدمه انه الوزير قال ان مادتكم ماده اختياريه فما اقدر اكوتها. هذا واحد. وش اللي يمنع؟ هذا واحد. إيه؟ اثنين قال في توجه بالوزاره الى القاء الماده. واللي درسوهم واللي أسسوهم والمعلمين. أنا بصراحة القرار صدمني يعني ما توقعت الوزير بدر عيسى يقول هالكلام. نعم. خصوصا هو سابقا وعدنا وبصراحة أوفى بوعد. طيب بعدها؟ بعدها طال عمرك وجهنا أسئلة لجأنا إلى الأستاذ بدر حمود الحمدان اللجنة التعليمية وقدم أسئلة وشرحنا الوضع وشاف بعينه تصاريح الوزير وكلام الوزير ونقلنا له الصورة كاملة. والوزير إنه ما أوفى بعد. وأنا سيلغي المادة. أقول ما أوفى بعد. قدم الأستاذ حمود الحمدان تقريبا 3 أسئلة في هذا الخصوص. سأل عن ليش ما يفتح باب التعيين، سأل عن عدد الكويتيين الوافدين والكويتيين مقارنة. وسأل عن حملة هل هم يحملون شهادة بكالوريوس تربوي أو لا. الصدمة أخوي أحمد إن الصدمة الثانية طبعا إن أغلب المدرسين الوافدين يحملون بكالوريوس
كلية الأدب وليس بكالوريوس كلية التربية، بمعنى صح أنهم غير تربوي. أعتقد الآداب عندهم تربوي. لا أقصد المادة، يعني أقصد كلية، يعني ما فيها مواد تساعد، يعني أعتقد تساعد. الآداب عندهم جانب تربوي لأنهم عندهم كلية التجارة، يعني نقصد الوافدين في جمهورية مصر. أنا رحت شفت كلية التجارة، يعني إدارة أعمال ومحاسبة واقتصاد، كلية الآداب اللغة العربية ووزارة التربية والجانب الأكاديمي. فأعتقد بأن هذا الشق، أنا أرجع أقول لك أن المقصود في بكالوريوس غير تربوي، إحنا كلية التربية الأساسية كلية إعداد معلم. نعم، يعني بشكل مباشر احنا نعد معلم. نعم، في جمهورية مصر وفي الأردن في كلية تربية وفي كلية آداب. نعم، فأنا أقصد أنه يعني مش تربوي، هو مو تابع التربية. وإذا كانوا مو بحاجتها حسب ما نقلت لنا عن لسان الوزير، ليش ما زال يدرس ويخرج معلمين منها؟ هذا الكلام يوجه إلى وزارة التربية وبالأخص التوجيه. نعم، عقبها شو سويتوا بعد الأسئلة اللي وجهت إلى معالي وزير التربية السابق؟ ما حصلنا أي إجابة حتى اليوم. نعم، قد تواصلنا مع التوجيه، اكتشفنا ان في 4 كتب حاجه من التوجيه. نعم استاذ احمد ركز وياي، التوجيه مقدم 4 كتب، يعني احنا نبي معلمين. التوجيه قدم 4 كتب، ما ردوا عليكم. التوجيه نفسه. نعم، الوزاره نفسها التوجيه. نعم، يقدم 4 كتب، يعني بمعنى نبي خاطب وزاره التربيه. إيه ما ردت عليه. هو عامل في وزاره التربيه. إيه، يعني انا اتكلم ان القرار من داخل وزاره التربيه ان نبي معلمين، ما تم الرد عليه. ما تم الرد. تمام. وتم الباب وتم اغلاق الباب الى وقتنا هذا. نعم. بعدها ايش راح تسوون؟ الخطوه القادمه شنو؟ يعني انت جلست مع وزير التربيه مرتين. نعم. مع اعضاء مجلس الامه وتحديدا عضو اللجنه التعليميه اللي وجه اسئله الى معالي وزير التربيه انذاك ليتحدث عن هذه المشكله، وقال لك الوزير بصراحه ان هذه الماده ستلغى بحكم انها اختياريه. ولانها اختياريه تم هذه وجهه نظر الوزير طبعا. طبعا هذا اعطاك الواقع. هو اعطاك الواقع. إيه؟ شو راح يتعاملون معه؟ احنا طال عمرك في التشكيل الوزاري الجديد. نعم. تم تعيين الدكتور محمد الفارس. نعم، وهو بصراحه كفاءه وطنيه، واحنا متاملين فيه خير انه يكون عون لنا في حل مشاكلنا وهمومنا. نعم، وان شاء الله احنا في الوقت القادم من الايام راح نرتب معاه لقاء وراح نعرض عليه مشاكلنا، وان شاء الله نتأمل خير. أبرز مشكلة تبون يحلها اللي هو تكويت المكتبات. إحنا طبعاً في مشاكل ثانية، لكن على رأس أولوياتنا اللي هي تكويت المكتبات. نعم، وإعطاء مجال للكفاءات الوطنية. نعم، بأنها تحل محل الأعمال الواقعة. تمام. هل اطلعت على خطة المناهج الجديدة؟ خلني شوي أغير المحور معاك بعد هذه المشكلة، وعندنا خطة مناهج وضعت. إيه. نعم. هل اطلعت عليها؟ والله بشكل مباشر والله ما اطلعت. نعم. بس يعني إذا تبي تتكلم عن المناهج في الكويت. نعم. أنا بصراحة النظام التعليمي بالكويت بشكل مباشر يعتمد على أن الطالب مخزن لتعبئة المعلومات. تلقين. تلقين، حفظ ولقن بس. في لكن الواقع الحاصل والتطور والعصر المعلومات اللي قاعد نشوفه إحنا اللي حاصل غير ذلك تمام. يعني أنا أرجع أقول لك أغلب المناهج الحديثة في الدول المتقدمة والدول الصناعية تعتمد على أن الطالب يدرس نفسه بنفسه، أو التعليم الذاتي. نعم. أن الطالب يعتمد بشكل مباشر على استسقاء المعلومة ومحاولة التوصل إلى معلومة وتطبيقها على أرض الواقع. طبعا يخليه مثقف بشكل أكبر. إينا. ولكن هذا ما قاعد يطبق عندنا. إحنا ما قاعد نشوفه. إحنا قاعد أقول لك يعني الوزارة المناهج في وزارة في دولة الكويت بس ما قلت لك تعتمد على التلقين وعلى الحفظ، وهذا بشكل مباشر مو منهج يصلح للوقت الحالي. في فجوة أخوي أحمد، في فجوة بين الإدارة والقيادات وبين الطالب. الطالب أخوي أحمد، إحنا كلنا عندنا أخوان. نعم. بالتحديد من 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 8 سنين إلى 15 سنة أو إلى 16 سنة، الفئة العمرية هذه فئة أنا أسميها الطالب الرقمي. نعم. طالب يعتمد على التكنولوجيا بشكل مباشر. طبعا. يعني لما تعطيه كتاب يضيق خلقه. طبعا. مباشر، عطى ايباد يروح يبدل. فلازم الإدارة، لازم القائمين على وضع المناهج ياخذون هذا بعين الاعتبار. ان الطالب ما كان الطالب على قولتهم
اللي تخبرونه قبل. نعم، تم تزويده بالتابلت من قبل وزارة التربية. نعم، احنا شوف التابلت على الفلاش ميموري. نعم. احنا بصراحة ما بأتكلم لانها بصراحة تجربة احنا ما اشوفها انها طبقت بشكل مباشر. لم تطبق بشكل صحيح. بشكل صحيح. ولكن مو معناته انها فشلت. لا لا لا، احنا محتاجة تطبيق اصح. نعم. نعم. كذلك اخوي اخوي احمد، وزارة التربية في احصائيات عن التعليم بالكويت. اليونسكو يقول الكويت التعليم فاشل بالكويت. طيب احنا وزير التربية قال التعليم متخلف بالكويت، يعني ليش من فمك ادينك يعني انت شنو ليش تروح اليونسكو؟ الوزير نفسه طلع عندنا في برنامج وقال التعليم بدولة الكويت متخلف، بل بالوطن العربي كله متخلف. الوزير بدر عيسى. نعم. شنو الطرق، او سالته طبعا شنو الطرق للمعالجه او نعم. او طرق تصحيح العوجات داخل وزاره التربيه او داخل المناهج؟ نعم سال. شنو كان موجوده على اليوتيوب؟ فانا قاعد اقول لك يعني ان مشكله بعض الوزراء، يعني انا ما ابي ادخل في بعض يفسرها انها خصوصيه، انها خصومه او انها شايل عليه او لا. انا اتكلم ان تقريبا في 2006 بالتحديد تولت وزارة التربية الأستاذة نورية الصبحي. نعم، كان لك موقف معها؟ ما كان لي موقف بالتحديد، احنا وقتها كنا طلبة. انت كنت طالب اعتقد. ايه صار لك مشكلة وقتها؟ احنا أسسنا تجمع هم خريجي مكتبات. نعم. اثناء تواجدنا داخل الكلية اثناء الدراسة، احنا يعني سنة ونتخرج. نعم. فلما شفنا قبل تقول لي هالمشكله، انت كنت طالب لتخصص مكتبه. اي نعم. تشوف ان التخصص مظلوم حيل، وان اصلا يعني خلوكم تدرسونه وظلموكم. استاذ احمد، انا دخلت التخصص على اساس اني اكون معلم. نعم. تفاجات ان العمليه تغيرت، والنظام التعليمي بالكويت تغير واصبح نظام واحد. نعم. والقيت الماده بشكل مباشر. الحين شنو قاعد تسوي؟ انت المفروض تكون معلم. تكون معلم، ولكن الحين التخصص استاذ احمد احساس تكون بالصوره، التخصص يخرج طلبه قادرين على تدريس ماده المكتبات. تمام. كذلك داخل المدرسه في مسمى في مهنه امين مكتبه. امين مكتبه. نعم. فاحنا نطالب ان ليش ما يكون امين مكتبه معلم؟ انت الحين بس امين مكتبه. انا حاليا اعمل في في جامعه الكويت امين مكتبه، مصنف وثائق. نعم. وتطالب بانك تدرس؟ احنا نطالب، احنا ما طالب لي كشخصي، اطالب للجميع. تمام. ان انا كوني ترأست ووصلت مكان لازم اطالب وادافع عن مكتسبات وحقوق العاملين في قطاع المكتبه. نعم. ليش المطالبه؟ هل عشان كادر التدريس اللي ما قاعد تاخذونه، ولا لا لانك انت درست وتبي تاخذ؟ استاذ احمد، اذا بصراحه اذا كادر تدريس فانا استحق. انت تستحق. لان انا معلم على وقف التنفيذ. نعم. استاذ احمد، لكن انت ما قاعد تدرس. انا ما قاعد ادرس. متى ما درست تاخذه. بحط بوضح لك الصوره. ايه؟ انا في التخصص في تخصصي في كليه التربيه الاساسيه. ايه؟ جيراننا في الاقسام. ايه؟ مدرس كهرباء، مدرس ديكور. تمام. مدرس موسيقى. تمام. الهدف من التدريس هذول معلمين. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. الهدف من تدريس المواد هذه هي اكساب الطالب مهاره. صحيح. سواء مهاره حسب التخصص. كذلك كذلك تخصص المكتبات يكسب الطالب مهارة القراءة. لكن انت صحيح، لكن انت مادة اختيارية قالوا لك في بعد ما عدلوا النظام. في السابق كانت مادة أساسية في نظام المقررات. إذا كانت أساسية. كانت أساسية. وظلموكم. نعم. لكن انت الحين ما قاعد تدرس. ما قاعد تدرس. وقفوا التعيين، اكتفوا بال70. اذا مخصصات التدريس انت مقتنع انك ما تاخذها؟ ما قاعد اخذها. ما قاعد اخذها ولا تطالب فيها، لك ما قاعد تدرس. متى ما درست تاخذها. انا قاعد اطالب فيها. ايه؟ انا قاعد اطالب فيها. ايه؟ اساس اني انا اخذ المستحقات، وانا بالاساس انا معلم. نعم. انا قاعد اقول لك اياها بشكل مباشر، انا بالاساس انا معلم. نعم. استحق ان اتساوى مع زملائي في جميع التخصصات. ولكن انت معلم كما ذكرت مع وقف التنفيذ. نقف لفاصل. تفضل. ومن بعدها نرجع لنكمل حديثنا. ما كملت لي مشكلتك مع الوزيرة السابقة الأستاذة الفاضلة نورية الصبيح عندما كانت وزيرة، وأنت كنت في المقاعد الطلابية وكان باجي لك سنة والتخرج. صارت لك مشكلة. أسمعها عقب الفاصل. فاصل، ومن ثم أعود أتواصل وياكم من جديد.
رجعنا مرة أخرى سادة المشاهدين من بعد الفاصل، مستمرين معاكم مع ضيفنا العزيز الأستاذ فهد الحسيني نائب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. حياك الله معنا. الله حيث. شرفتنا. حلقة مليئة بالهموم والمشاكل نتمنى حلها مع وزير التربية الدكتور محمد فارس بإذن الله. ولكن قبل الفاصل كنت قاعد أتحدث عن مشكلة مهمة جدا، وهي حينما كنت في مقاعد الدراسة تدرس تخصص مكتبات وباجي لك سنة والتخرج، وصار لك موقف مع الوزيرة السابقة الوزيرة الفاضلة نورية الصبيح. صار صدح هي هنا كان أساس المشكلة. المشكلة أن في أستاذ نورية الصبيح تبنت فكرة الفصل، دمج النظامين التعليمي سواء المقررات والعام، دمجتهم في نظام موحد جديد، لغت المادة، خلتها اختياري، سكرت التعيين. فإحنا كخريجة صدمنا بالواقع. يعني أستاذ أحمد أنت لما تدخل الكلية، أنا دخلت الكلية ب 2004. نظام المقررات كان قائم. كان قائم. وأنا هدفي معلم. أنا للمقررات. للمقررات. نعم. أتفاجأ بعد ما أتخرج إن ما إلغاء النظام. إلغاء النظام كله. إيش فائدته اللي درسته؟ تخيل أستاذ أحمد، جيل كامل، دفعة كاملة تشتتت. اللي تعين في وزارة العدل، اللي تعين في، يعني حرام الخريجين. هذا نوع من أنواع هدر المال ترى. بالضبط. إيه؟ بالضبط. يعني أنا الحين دفعة كاملة راحت عقوتهم انحدرت أو اتجهت باتجاه عكس توجه المنهج. هذا غير المدرسين اللي كانوا يدرسون المادة قبل. القسم إيه؟ لما تقول لك شنو أساس القسم يقول لك أزود سوق العمل. نعم. سوق العمل وين؟ وزارة التربية. نعم. بشكل واضح وزارة التربية. بعدها عاد تأتي الجامعة وتأتي تطبيقي وتأتي المكتبة الوطنية، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، فكذا مهنة المكتبات موجودة في كذا وزارة. بس أنا أقصد الشكل، إحنا بشكل مباشر نتكلم عن إحنا خريجين مستفيدين أكبر منا، أكبر قيمة اللي هي وزارة التربية. فلما تخرجنا إحنا في وقت في ظل الدراسة سوينا تجمع، والشباب زكوني كرئيس التجمع وطالبنا وناشدنا من خلال الندوات، من خلال الصحف، من خلال لجأنا السلطة الرابعة، وشرحنا همومنا وسويت مقابلة في جريدة الرؤية سابقا، ما أدري إذا هي موجودة الحين، أعتقد أنها اختفت الجريدة. فتكلمنا بشكل مباشر عن مادة المكتبات والظلم الواقع علينا. فاللي حصل ان دمجت هي الوزيره، نفس ما قلت لك، يعني الوزيره تسببت في تشتيت. شنو كان دوركم معها؟ شنو يعني تواصلتوا معها؟ حاولتوا؟ احنا ناشدنا عبر وسائل الاعلام، ولم تتفاعل معها ولم يتفاعل. فليش انا اقول لك صار الموقف انه يعني احنا كدفعه انظلمنا في عهده. هذه الفكره يعني بشكل مباشر، ولكن الامر ليس شخصي. احنا انا كل احترام وتقدير، تبقى مربيه نعم فاضلة، لكن احنا خلافنا معها خلاف عمل فقط. نعم. طيب دعني انتقل الى محور اخر، وهو حتى الان عدم تسكين موجه عام لمادة المكتبات. نعم. استاذ احمد، بالنسبة للوظائف الاشرافية في قطاع المكتبات في التحديد في التوجيه، احنا عندنا 4 مناطق تعليمية من غير موجه، من غير يعني اقصد من غير مراقبين، ما عليه توجيه. ما عليه توجيه، أقصد اللي هو الهد في المنطقة. نعم. يعني شواغر. أستاذ أحمد، أنا ما أبي أظلم أو ما أبي أسئ النية، لكن في بعض الوزارات مسؤول كبير في الوزارة، أنا أقول لك بشكل مباشر وأنا أتحمل المسؤولية، في بعض الوزارات يأتي مسؤول ويتعمد أنه يكون منصب هذا شاغر. ليش؟ أساس يكون صاحبه اللي هو راح يدرس في الخارج او رايح يكمل مهمته، ممكن مكان يعني اساس انه يدرس ويجيب الشهاده في كل المناطق التعليميه. كل المناطق التعليميه وين يعني في كل مكان بالمناطق التعليميه بهذه الطريقه؟ لا انا ما اعمم. انا اقصد ان الواسطه بشكل مباشر هي تسبب تعطيل. إيه، لكن انت الحين دخلت في النيات. انا ما ادخل في النيات بشكل مباشر. انت دخلت في النيه الحين، قلت هذا ما وظف لا. لان صاحبه راح يدرس. انا لو ترجع كلامي قاعد اقول لك هذه الظاهره متفشيه في جميع وزارات. يعني استاذ احمد، سؤال بس مباشر، هل انت ترى ان الواسطه موجوده او مو موجوده في مؤسسات الدوله؟ سؤال مباشر. الواسطه موجوده ولا لا؟ موجوده ولا لا؟
مثل الشمس. الواسطة منهج عندنا. بس. تدرس. أنا أقصد أنا أقصد بذلك أقصد أنا شخصياً اطلعت على أوراق وفي أعتقد في مؤسسة تربوية ما بأذكر اسمها إن شخص سي من الناس راح درس برا جاب الشهادة تفصل عليه الإعلان. المنصب. المنصب ايه. بالضبط. وتعيش كان ناطرينها يعني ولا حالة فردية مرت. أنا قاعد أنا ما بالنهج هذا يستمر. لأن الأستاذ أحمد في كفاءات وطنية. طبعًا. في كفاءات وطنية تستحق وفي شباب عندهم طاقة ونشوف حنا توجه الدولة بدعم الشباب لكن بالواقع ما أشوف. نعم. صراحة صراحة ما أشوف. تطفيش الشباب تهميش الشباب التوجيه بشكل مباشر. ما في تمكين للشباب بالمجتمع الكويتي. يعني أنا أذكر لازم أذكر الشخص هذا أنا شخص عزيز علي الأستاذ أحمد الماجدي هو مسؤول في إدارة المكتبة من الكفاءات اللي بصراحة مشهود لها في إدارة المكتبة ونتمنى أن يكون في منصب أنا ما أقصد يعني لكن الشخص الكف نقول كف الشخص اللي مو كف نقول والله طيب عليه أن يقف بس تمام التوجيه أستاذ أحمد ايه؟ نقطة أخيرة التوجيه كذلك يعاني نفس معاناة الأمين المكتبة يعني موجه لما أترقى من أمين المكتبة إلى موجه ما في شيء يتغير معاشي إطلاقا هو واحد إطلاقا التوجيه مسؤول عن كذا منطقة يعني تخيل سيد أحمد تفطر على كذا مدرسة معاي ولكن نفس مخصصاتك نفس يعني أنت لو تسلم هناك أحسن نعم فاحنا نطالب وطالبنا ان تكون في مخصصات ماليه للموجهين والموجهين بالنهايه كفاءات وذو خبره يفيدون القطاع تمام دعني انتقل معاك الى النقطه الاخيره واللي بختم معاك فيها المكتبه العصريه اللي تطمح لها وابرز التحديات والمشاكل اللي تواجهها وكيف تتعامل معها الدوله استاذ احمد بالنسبه للمدرسه المكتبه المدرسيه حاليا هي مكتبة تقليدية نعم لأن المكتبة بشكل مباشر أو غير مباشر هي تأثر على العملية التعليمية داخل المدرسة بمعنى أن الكتب والمصادر الموجودة داخل المدرسة تعين المعلم بشكل متوازي مع المنهج يعني إذا الكتاب المنهج في قصور الكتب اللي في المكتبة تقتل قصور طيب خلنا نقفني قبل لا تنتقل يعني لنكون واقعيين هل تعتقد في مدرسين يروحون حق المكتبات ياخذ كتاب ثاني مساند للماده اللي هو درسها عشان يعزز المعلومات للطالب هو يا دوب المنهج ما له انا هذا كلامي إيه؟ كلامي المفروض إيه؟ القائمين على التوجيه إيه؟ على المناهج ان يراعون النقطه هذه إن المكتبه تعتبر مصدر ثري بالمعلومات وتعزز يعني انا لما استاذ احمد لما احط مكتبه في مدرسه انا ما راح اجيب كتب مثلا بس تاريخ أو كتب بس إسلامية أو كتب بس علمية أو حتى روايات قصص أنوع تمام على أساس تخدم كل مجالات تمام وأقسام المدرسة المطلوب إحنا من ناحية التزويد بالمصادر بالمكتبات المدرسية بصراحة إحنا نطمح أن تكون مدارس نموذجية مدارس عصرية تكون فيها فكرة السينما التعليمية أستاذ أحمد الحين في 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 نهج جديد في بعض المكتبات العالمية إن ما تكون بس مكتبة وكتب وأرفف وكراسي واضح مثل ما أنت شايفه واضح لا في تكون في رف أو قسم حق السينما التعليمية واضح مثلا أنت تعتمد على مصادر المرئي والمسموع في تعزيز وتوثيق المعلومة لدى واضح. الطالب يعني مو بس كتاب تقليدي يشغل لك يشغل مثلا وثائقي واضح هذا المفروض تكون موجود تطبق في الجامعات الخاصة على فكرة أنا أتكلم عن طبعاً لا الجامعات الخاصة ما شاء الله يعني نعم. جامعات مميزة حظينا بهذه الفرصة للأمانة إيه نعم لا تمام. مميز أنا القطاع الخاص للأمانة القطاع الخاص حتى على فكرة القطاع الخاص بجانب المكتبات إيه نعم يعني على مستوى ثري جداً بالمصادر صحيح. ولما تدخل المكتبة مثلاً صحيح. في الجامعة الأمريكية اللايبراري عندهم الأونلاين سورسز المصادر اللي موجودة أونلاين إيه نعم. لا تعد ولا تحصى وموثوقة ويعطيك كل المدارس والجامعات العالمية والتقارير وانت ما يعني ما يحتاج ما تخاف ما تقول لي تروح لا مصادر موثوقة حتى احنا في انا حاليا عم في جامعه الكويت ايه؟ في اداره المكتبات احنا قاعد نصرف ميزانيات على الكتب ميزانيات على مجلات علميه ثريه تفيد الباحث والمطلع تمام نعود الى العصريه المكتبه العصريه انا كذلك ارجع اقول لك انا اطالب في ان تكون الشكل التقليدي يتغير لازم تكون الفكره هذه موجوده المنتاليتي يتغير نعم نعم. لازم يتغير لازم تكون كتب استاذ احمد تكون كتب بدال تكون على الارفف تكون الكترونيه أونلاين. لازم تكون الفهرسه
تكون إلكترونية. طيب ليش ما يكون في من وزارة التربية؟ هذا على الأقل اقتراح على الهواء. لماذا لا يكون هناك من وزارة التربية مكتبة أونلاين موحدة لجميع المدارس والجامعة واحدة وشبكة واحدة؟ والله أنك تغلى أفكاري، أنا جاي في الكلام. نعم. أنا ودي تكون مثلاً كل الكتب اللي في المكتبات تحصى وتوضع على صيغة PDF. نعم. وموقع. فأي طالب هو قاعد في البيت في الآيباد في يقدر يسوي البحث. بأي مرحلة دراسية؟ أي مرحلة دراسية. تغني دعني كل الجامعة. هذا أتوقع أمر سهل وأمر مو صعب، وأتوقع أن الكل متفق أن العملية هذه راح تنقل التعليم بالكويت إلى. والنظام واحد يكون على كل الجامعات وكل المدارس وتابع لوزارة التربية. بالضبط. ليش ما يطبق؟ السؤال ما يوجه. أنت أمين مكتبة؟ أنا قلت لك موظف في جامعة الكويت. إيه شو المانع إنه يطبق؟ بالنسبه لي انا اكلمك انا كموظف يعني صاحب قرار راح اطبقه طبعا ما راح طيب الكلمه الاخيره اللي توجهها في اللي يعني ختام لقائنا معاك، وكنا نتكلم على جمعيه المكتبات والمعلومات الكويتيه وكنا قاعد نقول الانجازات والمعوقات، لكن بهذه الحلقه بس ركزنا على المعوقات اللي تواجهكم. والله ابرز مطالبكم ومالومكم. الكلمه الاخيره استاذ احمد، احب اشكركم مكانك صاحب على مكان البرنامج المميز، وانا بصراحه لي الشرف اني تواصلت. نعم. معاكم، وبصراحه هذه تجربه بالنسبه لي لا تنسى، وتجربه راح احتز فيها في قادم الايام ان شاء الله، وتجربه ثريه بصراحه. كواك الله، نتشرف فيك. تشرفت باللقاء. هذا مكانكم وصاحب مكان، وباي وقت باذن الله عندك اي مطالبه اكاديميه مستحقه على البرنامج وبرنامج اكاديمي. انت السلطه الرابعه واحنا ما لنا ملجا لكم. لا ما احنا سلطه ولا شيء، هذا مكان لكم ولكل الاكاديميين، كل اللي عندهم اي مطالب بالعكس هذا البرنامج متاح لهم. ودائما ما نتحدث في هذا البرنامج عن المطالب الاكاديميه، مطالب اعضاء هيئه التدريس، مطالب الاساتذه الاكارم الافاضل، مطالب الطلبة والجموع الطلابية، كذلك الاتحادات والروابط ودورها بتنمية المجتمع وتطوير فكر المجتمع. وهذه الحلقة اليوم اللي نتكلم عنها جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عندهم مجموعة من المطالب، وهذه المطالب هي سهلة، وإذا تم تحقيق هذه المطالب التعليم سيتطور، وإعطاهم هذه الفرصة لن يؤثر إطلاقا على أي جانب من جوانب الأكاديمية، بالعكس سيساهم في تمكينهم بالمجتمع، لأن هذا هو حقهم في النهاية بعد هذه السنوات الطويلة من الدراسة ومن العمل. أنا الأول لنكافئهم ونعطيهم حقهم، مو مكافأة هو حق المفروض أن يصل إليهم إسوة ببقية المدرسين. هذه حلقتنا اليوم ببرنامج أكاديمية، كل الشكر لضيفي العزيز الأستاذ فهد الحسيني نائب رئيس جمعية المكتبات معلومات الكويتية، على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم ببرنامج أكاديمية. إلى اللقاء.